السلام عليكم البنات، كنتمنى تكونوا بخير. كما كتلاحظوا راني في اكسيو، جيت ندير لكم جوله فيه، بقاو معايا حتى الاخر الفيديو. واول حاجه جابوها جديده، راني في الجهه نتاع الورود والفاز، لاحظت هادو جدادين، هذا اللي هو نتاع الحديده، هذا نتاع بلاستيك، وكيختلف على حسب الورود اللي كاين فيه. هنايا الثمن ديالو 3 أورو 69 سنت. واما في الجديد نتاع بلاطويات، كاينين هادو نتاع القلب، هاد بلاطو باقي عقل عليه، حيت العام اللي فات ملي كانوا سادين على حسب الوباء كانوا جابوهم، دابا رجعوهم ثاني. اللي كيقلب عليهم راهم كاينين حاليا في اكسيو، اللي فيهم المراية لداخل، وهذا نتاع الحديد، هذا النقش منه. كنحاول نقرب لكم باش تكون الصورة واضحة. الثمن ديالهم 5 أورو و95 سنت. وجابوا تاني هاد الكراسي اللي رجعوهم، حيت واحد المرة كانوا جابوهم دابا رجعوهم، فيهم هاد اللون الكري واللون الأسود، اللي عندهم 3 نتاع عرجيلات نتاع الخشب، وهذا نتاع التوب المبرم، الثمن ديالهم 11 أورو و95 سنت. وجابوا هاد الكؤوس نتاع الشميعات اللي كيجيو بحال هكا، وفيهم شميع لداخل كيطلقوا الريحة، كاين فيهم اما هاد اللون وهذا وهذا، الثمن ديالهم 2 أورو 98 سنت. وجابوا حتى هادو راهم في جهه تاع الاحتفالات ديالهم، ولكن حتى هادو صغيورين، هذا على شكل نجيمات، يعني تقدروا تستغلوه هكا، اللي هما نتاع البدع ماشي نتاع بلاستيك، هكا في التقديم تاع الاكل او لو تحطوا فيها شي حاجه. كاين هادي نتاع نجيمات، كاين هادي بحال هادي فيها شجره راهي باينه، ولي الثمن ديالهم 1 أورو 22 سنت. وكاينين هادو الكبارين اللي واحد المره كانوا جابوهم، هادو اللي الثمن ديالهم 2 أورو 22 سنت. ودخلوا هاد الكيسان اولا رجعوهم تاني، حيت كانوا جابوهم واحد المره، دابا رجعوهم، اللي فيهم 2 في الباكيه، كاين فيهم لهكا بهاد الكتابه بالذهبي، وكاينه هادي باللون الاسود، الثمن ديالهم 2 أورو 99 سنت. وجابوا هاد المولات اللي هما نتاع البدع، دي ماركه نتاع ماستر شيف، اللي هو صحيح وماشي كبير بزاف، باللون الاسود، وفيه هكا هاد القطط باللون الابيض، هذا اللي كيهز لتر و500، الثمن ديالو 3 أورو 99 سنت. وجابوا هاد السواني اللي هما نتاع الحديده، هادو خفافين كيجيو هكا بيضاويين، الثمن ديالهم 1 أورو و99 سنت، اللي فيهم 40 على 26 سنتيم. وكاين هذه اللي هي نتاع الكغيل والبانيني اللي خدامه بالكهرباء، الثمن ديالها 18 أورو 95 سنت. وجابوا حتى هاد الترمويات، هادو اللي هما كبارين هكا نتاع الخروج، في هاد اللون وهذا، اللي كيهزو لتر و900، الثمن ديالهم 7 أورو 99 سنت. وأما في الجهة نتاع بلاستيك، جابوا هاد العلب نتاع بلاستيك اللي فيهم 5 في 1 5 نتاع العلب، وكل علبة فيها لون مختلف، بحال الكبيرة فيها اللون الأزرق الأخضر الأصفر الأحمر البرتقالي، الثمن ديالهم 4 أورو 99 سنت. وكاينين حتى هادو فيهم 7 بياسة لداخل، كما كتلاحظوا جبت واحد من هنا، لي هادو الثمن ديالهم 3 أورو 99 سنت. وكاينين لي هادو كبارين اللي فيهم 13 علبة لداخل، الثمن ديالهم 7 أورو و95 سنت. وأما في الجهة اللي عنده العلاقة مع العناية بالجسم، لاحظت جابو، غادي نبدا ليكم بهادي آلة نتاع الحلاقة نتاع الجسم نتاع النساء، هادي الثمن ديالها 9 أورو و95 سنت. وكاينة هادي الثمن ديالها 5 أورو و95 سنت. وبغيت نوري لكم البنات واحد الحاجه، جيت ضربت الدوره في هاد الجهه نتاع التخفيضات اللي كنت وريت لكم ديك النهار في اليوم الاربع، لاحظت واحد الحاجه اللي ما كانوش حطوها، هادي كنت وريتها لكم في التخفيضات، ولكن هاد الطاوله راه هي داخلينها في التخفيضات، اللي فيها 2 إيطاجات وفيهم المرايه،
اللي رجعوها دابا ب 19 اورو و 98 سنت. ضروري ما غادي نوري البنات التخفيضات نتاع هادي. واما في الجهه نتاع الالعابيه البنات هاد الايام راكم عارفين مع الاحتفالات ديالهم كيكثروا بزاف من الالعاب حيت كيقدموهم هكا الهدايا بيناتهم. جابوا هادي، هادي فيها كيندا فاغن وفيها هادي، هادي اللي هي تقدروا تفتحوها كتهزها بحال هكا و راه حتى كيندا فاغن كتطوى صراحة. يا سلام، الثمن ديالها 19 اورو 95 سنت. وكاينه حتى هذه، هذه اللي هي لعبه دايره بحال شمنكتيش تاع البنيتات اللي هي صغيوره كما كتلاحظوا. هذه نتا بلاستيك صغيوره راهي كتطوى وكتفتحوها بحال هكا. الثمن ديالها 6 اورو 95 سنت. وجابوا حتى هذه، هاد المرايه اللي كدير الضوء. غادي نحاول نشوف، لا سالت ليها اولا كدير حتى الضوء، كدير حتى الموسيقى هنايا اللي الثمن ديالها 2 اورو 99 سنت. وجابوا حتى هاد الالعاب، هذا داير بحال التيليكوموند اللي داروا ليه. كاين هذا، ما عرفت علاش الدراري الصغارين كيحماقوا على التيليكوموند. الثمن ديالو 5 اورو و79 سنت. وكاينين هكا نتاع التليفون، الثمن ديالو 4 اورو 99 سنت. وكاينين هادو حتى السوارت، السوارت نتاع السياره، هادوك راه كاملين كيديروا الموسيقى، هذا وهذا وكاملين هادو، الثمن ديالهم 4 اورو 49 سنت. وجابوا هاد الالعاب اللي هما نتاع الرضع، يعني من صفر شهر. هذا كاين فيهم بحال هكا، الثمن ديالهم 2 اورو. كاينين هادو حتى هادو نتاع الرضع، ما عارفين الرضع كيعجبهم بحال هكا الحاجه اللي كدير هاد التخرشيش. الثمن ديالهم 2 اورو 99 سنت. وجابوا حتى هادي، هادي اللي هي كبيره هكا للوليدات، اللي هي سياره اللي خدامه بالحجيره، يعني كبيره يعني يركبوا عليها من عامين الفوق. هادي الثمن ديالها 59 اورو 95 سنت. واما في الملابس نتاع النساء، لاحظت هذا، هاد التريكو اللي كيجي هكا قصير وفيه هنايا، هادو كاين فيه هاد اللون وكاين اللون الكري، الثمن ديالو 8 اورو و 95 سنت. وجابوا حتى هاد الكلايد، كيفاش كيجي عجبني الديزاين اللي داروا ليه في اليدين، كيجي هكا شويه طويل، كاين فيه هاد اللون، كاين حتى اللون بيستاش. هذا الثمن ديالو 6 اورو 95 سنت. واما في الاكسسوارات، حتى الاكسسوارات دابا ولاو كيجيبوا بزاف من الاكسسوارات حيت كيقدمهم هكا كهديه. هذه اللي هي نتاع اليد امباند او البغاسلي اللي كنقولوا حنايا، كاين اللون الذهبي، هذه كاين هاد اللون الفضي بهذا الشكل. انا هادي شوفوا يا البنات، هادي الشكل ديالها، وهادي حتى هادي رائعه، حتى هادي هذا الشكل. وريت لكم جميع الاشكال اللي الثمن ديالهم اورو 99 سنت. وكاينين حتى هاد الخواتم، كيفاش كيجيو اللي فيهم 10، كاين بحال هكا، راه فيهم الاشكال اللي الثمن ديالهم اورو 99 سنت. واما في الجهه نتاع الاواني الالكترونيه، الرسوم هادو، هادي اللي كتصلح للماوس اللي عنده الحاسوب، كاينه هذه نتاع البوكيمون، كاينه هاد الرسوم، نشوف كاين هذا الماريو، هذا لي تمن ديالهم اورو و 59 سنت. وكما كتلاحظوا هادو هما الجديد اللي جابوا اكسيو اليوم. غادي نخليكم في امان الله ان شاء الله في شي فيديو مقبل بحول الله.